والتغطية لا زالت مستمرة. حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل، أرحب بكم من جديد. وضيفتنا الآن في هذا الاستوديو الخارجي ممثلة متميزة الفنانة هيفاء حسين، أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. يا هلا فيكم، وتشرفت أن أنا أكون نورة الفجيرة. الله يسلمك حبيبتي، النور نوركم، وإن شاء الله نقدر نكون كذي فقرة جميلة يعني وخفيفة على متأكدين من ذلك المشاهدين إن شاء الله. طبعا الكثير من أفراد المجتمع متواجدين في هكذا منتديات هيفاء، نلاحظ العازفين، الموسيقيين، الشعراء، الكتاب، الروائيين، هناك مزيج ثقافي. دوركم أنتوا كممثلين في دعم الحراك الثقافي، وانطباعك عن المنتدى بشكل عام؟ احنا دائما نقول اصلا إقامة هالنوعية من المنتديات أو المهرجانات الثقافية اللي لها علاقة بالثقافة والفن، فهذه بحد ذاته داعم لنا إحنا كفنانين. وجودنا أيضا في هذه النوعية من الفعاليات يعزز أكيد إقامة أو استمرارية الفعاليات الثقافية، خصوصا إحنا يعني الثقافة جزء من المجتمع وجزء لا يتجزأ، مثل ما يقولون تراثنا وهويتنا كلها لها علاقة بثقافة، فبالتالي وجودنا يعزز ويساعد في استمرارية الفعاليات الثقافية. هيفاء حسين، اليوم إلى أي مدى نرى أعمال فنية بالفعل تنهل من التراث والموروث الشعبي العربي؟ شوفي، الأعمال التراثية كثيرة الحقيقة، يعني أنا دائما أقول إن إحنا ما شاء الله تقريبا كل سنة أو كل سنتين لابد إن يكون في هناك عمل محلي يتكلم عن تراث الدولة نفسها. لكن أنا عندي تعقيب على أهم جزء في الأعمال الدرامية، وهي كتابة النصوص. الشباب كثر وما شاء الله في أسماء كثيرة داخلين على الساحة الفنية والثقافية، فبدأوا يكتبون نوعا ما فيها يعني خبرة، لكن تنقصهم الحرفية في كتابة السيناريو والحوار. الروايات كثيرة الحقيقة، لكن يوم تكتب سيناريو وحوار فهناك صعوبة في دمج المشاهد ببعض، تصاعد الأحداث، نهاية القصة أيضا لما تكتب شيء من الإثارة والتشويق، فهذه مسألة كثير صعبة على كتابنا الشباب. إقامة ورش، هذا تعتبرينهم هواة؟ هم هواة، وبصراحة عندهم هذه الموهبة إلا أنهم تنقصهم الحرفية. نعم. وأعتقد أنا ممكن أقترح إذا يسمحون لي بأن يقيمون ورش مكثفة تعلم الشباب يعني الحرفية، تطوير مهاراتهم، تأليف السيناريو والحوار، علشان تطور من مستوى الكتابة. أنا ملاحظ عليكي طبعا هيفاء أن مش انتقاد هو، ولكن مثل البصمة أو لمحة تشيرين لها أنها يعني معلش خلينا نركز فيهم شوية الفئة هذه. شوف، أنا على فكرة في لقاءات كثيرة كنت أقول بأن هناك تراجع في مستوى الورق، والورق هو العمود الفقري لأي عمل يكتب سواء كان فني أو غير فني. لما تركز على مستوى الكتابة فمعناته أنت قاعد تركز على فكر، مستوى في الحوار اللي احنا نتكلم عن جيل. صحيح. فهالجيل شنو المصطلحات اللي يستخدمونها علشان يحاورون الآخر؟ فلما نقوي مستوى الكتابة فمعناته احنا قاعدين نطور من مستوى فكرنا. لذلك الدراما قاعدين نلاحظها انه شوي في تراجع بسبب التأليف. صحيح. فإقامة هذا النوعية من الورش، ونتمنى اكيد من شبابنا انهم يركزون على انهم يطورون من ادواتهم في الكتابة، فاكيد راح نوصل لنقطة آمنة في الدراما. ولكن أستاذة هيفاء، قد يرد عليك البعض بالقول ان الأدب ابن بيئته والفن يعكس حقيقة المجتمع، هل هذه المعضلة التي تشيرين إليها هل هي متأصلة في المجتمع العربي اليوم، أم هي تنحصر على فئة معينة من كاتبي السيناريو؟ لا أكيد هي فئة معينة مش الكل، يعني والدليل أن هناك في أعمال تاركة بصمة في الساحة الفنية، ومش بس في الساحة الفنية. اليوم المشاهد يعني مرتبط ارتباط مباشر
الفن بشكل عام، يعني كوني أنا طبعا تخصصي دراما ومسرح، فبالتالي بتكلم عن الدراما اليوم، ولكم تأثير كبير على الجمهور، والدليل أنهم متعلقين ومتأثرين بالدراما يمكن لضيق الوقت ما يقدرون يتابعون المحطات لأنهم في الشاشة الصغيرة هذه الموبايلات أو الآيباد، ينزلون الأبليكيشنز والبرامج اللي لها علاقة ب أو تنزل المسلسلات الدرامية. صحيح. فالتأثير قوي جدا. أشرت لي شغلة كثير مهمة، وهو إيش كثر الفن أو يمكن القضايا اللي نطرحها يمكن ما لها علاقة كثير بقضايانا. لا بالعكس، إحنا قاعدين نطرح، لا أنا قلت أنها تعكس، هي مرآة تعكس صورة المجتمع. الدليل مسلسل خيانة وطن. نعم. إحنا أنتجناه من سنتين، وكان من أهم الأعمال الاجتماعية الوطنية السياسية. صحيح. فهي تعكس واقعنا بشكل تماما واضح وحقيقي وغير مبالغ فيه. أكيد أكيد. بس لكن بما أنه أنت قلتي أن أنا اختصاصي دراما ومسرح، خلينا نروح لأبو الفنون شوية ونروح للمسرح. المسرح. جميل. فتحنا الحوار بداية بالنصوص، خلينا نقول إن يعني خلينا نثقف شوية كتاب النصوص ونطلع بنصوص درامية جميلة. وأنا معاك إن ليش الفنان يظلم أحيانا بأداء أدوار تمثيلية من نص ركيك؟ ليش فعلا يظلم؟ ولكن في المسرح خلينا نروح شوي ونقول تقييمك اليوم للمسرح الخليجي والعربي والعالمي، هل وصلنا مسرحنا إلى العالم؟ في وجود سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة الله يحفظه، المسرح بأمان الحقيقة. يعني أنا كوني بحرينية ولأني متزوجة من إماراتي وعايشة في الإمارات، فبالتالي قاعدة أشوف مشهد ما نتمنى أنه في يوم من الأيام ينقطع بصراحة أو ينتهي. اهتمام سمو الشيخ دكتور سلطان القاسمي بالأدب والمسرح، هذه خلينا إحنا كفنانين نشعر بالأمان. أكيد. المسرح موجود، واهتمام الفنانين أيضا بالمسرح موجود. الكتاب لا يستهان، أنا يعني أحب من خلال هذا اللقاء أوجه تحية للأستاذ إسماعيل عبد الله الكاتب. أكيد. نوجه له كل التحية. المخضرم الصراحة يعني يمتلك إمكانية أنا أعتقد أنه ما له شبيه بصراحة، سواء كان على مستوى المسرح أو حتى الدراما التلفزيونية. وجود أستاذ مثل هذا، وفي أساتذة كثار طبعاً يكتبون للمسرح، يعني نتمنى الشباب يتأثرون بهذه النوعية من الكتاب. فالمسرح في أمان، ونتمنى أيضاً أن يعني يتعزز المسرح على مستوى الدولة ككل، مش بس في الشارقة. يعني أنا من سكان أبوظبي، ولأني في أبوظبي ألاقي شوي صعوبة يمكن في التنقل بشكل دائم بين أبوظبي والشارجة، لكن لما يقام أي مهرجان سواء كان تفرغين وقت من عندك وتروحين تحضرين هذا المهرجان، من باب أن الواحد يدعم ومن باب يعزز حضوره، ونتعلم أيضا من الأعمال اللي قاعدة تعرض يعني في صحيح. إذن هيفاء حسين تقول المسرح بأمان وكل العراقيل قد ذللت ولا يوجد تحديات أمام المسرح. العراقيل موجودة. العراقيل موجودة، لأن اليوم الجمهور ما عنده هذاك النفس الطويل. هذا هو سؤالي لك، هل نحن إذا كان المسرح بأمان، هل نحن نتحدث عن جمهور عريض شغوف ومتذوق للفن المسرحي؟ هو متذوق لكن ما عنده النفس اليوم. عصر السرعة الوتيرة التي نعيش فيها، المشاهد مطلع ويفهم ويقدر يميز بين العمل الجيد والعمل الغير هادف، لكنه ما عنده نفس. بوجود أو الدعم والاهتمام بالمسرح وبالنوعية والقيمة اللي موجودة في النصوص والأعمال، هذه راح تكسب ثقة المشاهد مرة ثانية وترجع الجمهور لمتابعة المسرح. أكيد أكيد. يعني هل هناك اليوم اختلاف في الذائقة الفنية عند المتلقي؟ طبعا طبعا أكيد، يعني ما ننكر أن هناك اختلاف، ما ننكر أن أيضا وجود السوشيال ميديا خلى شوي يعني الاهتمامات خلانا إحنا كلنا نهتم بشكل يعني خلى أقول 95% بهذه نسبة خطيرة. طبعا طبعا نسبة خطيرة. الأطفال اليوم يعني ما صاروا ما ينفصلون عن حتى الدراسة
صارت عن طريق هذه الأجهزة نعم صحيح. الجديدة أو الذكية يعني أكيد. ولكن هيفا خلينا شوية نتكلم عن النصوص المسرحية على المسارح. أنت تكلمتي أنه المسلسلات والدراما لامست واقعنا، لامست قضايا المجتمع، مشاكلنا، همومنا، الأشياء، الثغرات اللي يعيشها أفراد المجتمع. ولكن اليوم المسرح الكثير من يلومه أو يعني يشفق عليه أنه والله المسرح صار موضة قديمة، نحن اللي كنا نمثل على المسرح مثل سميحة أيوب بالأمس عملنا معاها لقاء فقرأت لها مقولة فكانت تقول فيها أن المسرح هو مرآة المجتمع. صحيح. فيا ريت هالمرآة دائما تعكس شو اللي في المجتمع. تعتقدين أن لليوم موجودة هالمرآة؟ شوف احنا طبعا نقول دائما بان الجمهور هو سبب رئيسي، يعني هو اللي يخلينا احنا موجودين او يخلينا نبتعد، لكن ما نقدر نلوم الجمهور بشكل يعني مباشر او نقط العبء كله على الجمهور. لا بالعكس، احنا لنا دور في هذه المساله. يوم احنا نقدم عمل قيم وهادف وفي النهايه احنا في زمن المشاهد تهم الصورة بشكل ما تتخيلون. المسرح القديم أو السيستم أو المدرسة القديمة أكيد اليوم ما راح تشد انتباه الجيل الجديد إذا ما كان هناك في إبهار في الصورة العامة من ناحية السينوغرافيا، الإضاءة، أيضا المضمون طبعا. يعني في النهاية أنت إذا قدمت صورة جميلة بدون مضمون ربما، فبالتالي ما طورت من فكر مجتمعنا. الصورة الجميلة لما تنوجد على المسرح والسينوغرافيا بإخراج أو رؤية إخراجية جميلة، بهالطريقة احنا نقدر نقول بأنه شوي شوي بنقدر نرجع ثقة. إن شاء الله. ما هو جديد هيفاء حسين؟ جديدي انتهيت من تصوير مسلسل العذراء من إنتاج باسم عبد الأمير وإخراج أستاذ محمد القفاص، تأليف علي ومحمد شمس من البحرين. هذا العمل إن شاء الله رمضاني، بيعرض إن شاء الله في رمضان 2019. أنا جسدت في دور ضحى، هي شخصية صعبة شوي ومركبة. يمكن أنا أول مرة يعني أخوض فيها النوعية من الأدوار وبالذات الفئة العمرية هذه. نعم. ما راح أتكلم كثير عن الأحداث عشان ما أحرق المسلسل، بس إن شاء الله عمل جيد ودور مختلف إن شاء الله راح الناس تتابعنا. وإحنا متشوقين سوف نتابعه بإذن الله بشهر رمضان إن شاء الله. نتمنى أنه يكون يعني يحوز على إعجابكم إن شاء الله. إحنا متأكدين من ذلك. هيفاء ممثلة متميزة مخضرمة مثلك، أكيد راح يعني تعجب الجمهور بشكل كبير. الحقيقة احنا نحاول دائما نقول احنا للأسف في تراجع في مستوى النصوص، وأنا شخصيا في صراع ما تتخيلون ايش كثر أعاني وأنا أختار يعني النوعية أو نوعية الأعمال اللي أقدمها. فيا رب يا رب يكون مسلسل العذراء يلاقي استحسان الجميع. دمتي بهذا التألق أستاذة هيفاء حسين. شكرا. نتمنى لك كل التوفيق هيفاء، وإن شاء الله من أعمال ناجحة إلى الأمام إن شاء الله، وإلى تألق جديد وإلى بصمة جديدة في عالم الفن والدراما إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا على هذا اللقاء. العفو.